مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم كريم الصيفة. عمر حسين، كاتب فرع الشباب التجمعية. إذا في أي إطار هذا اللقاء التجمعي هنا عبيد بالمحمدية؟ والإطار كيجي من ضمن اللقاءات المتواصلة اللي كيديرها حزب التجمع الوطني للأحرار داخل مدينة المحمدية. هذا اللقاء هو لقاء تواصلي مع الساكنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. إذن ليش كيرترجع هاد الحشود الغفيره لحجات لهذا المسرح هذا؟ وهاد الحشود الغفيره وهاد الكم الهائل من النساء ومن هذا ما هو الا دليل ديال التواصل ديالنا مع الساكنه والاخلاص ديالنا المتواصل دائما مع ساكنه المحمديه وارتباطنا الاخوي مع ساكنه المحمديه. هاد الحشد الغفير من الناس ما هو دليل كيدل على الثقة ديالهم فينا المتواصلة، وحنا دائما مستمرين في هاد الأنشطة في طيلة السنة. هاد اللقاء ديال اللي جاب مناسبة اليوم العالمي للمرأة ما هو إلا نقطة من واحد النقط الكثيرة اللي إن شاء الله حنا مستمرين مع ساكنة المحمدية إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا ساكنة المحمدية اليوم كلها حاضرة للمسرح، المسرح امتلأ عن آخره. ان شاء الله كنوعدوا سكان مدينه المحمديه بالافضل، وشكرا للجميع. إذن غادي نتابع معك الحوار، ولكن الان في الصاله الكبرى للمسرح، لان باش نوضعوا الصوره للمشاهدين، حنا كنتواجدوا في الجنبات الخارجيه لمسرح مدينه المحمديه. اذا غادي ننتقلوا ونتابعوا الحديث ديالنا. إذن الان كنتواجدوا بالقاعه الكبرى لمسرح مدينه المحمديه. اذا اشرح لنا الحشود الغفيره اللي داخل المسرح، وانتم بصفتكم المكلفين باللجنه التنظيميه شحال وصل عدد الحاضرات؟ وهو الرقم ما مضبوطش، لان كيف ما شفتوا المسرح متولي عن اخره، كذلك الساحه ديال المسرح. الحمد لله هذا دليل على اننا متواصلين مع الساكنه طيله السنه، ماشي غير في المناسبات. حنا حزب التجمع الوطني للاحرار حاضر في جميع المناسبات، وهناك تواصل دائم بيننا وبين الساكنه. واش كنتم متوقعين هذه الحشود الغفيره؟ نعم حنا متوقعين، لاننا حنا ثيقين في الساكنه ديالنا. حنا الحمد لله هناك نزاهه، هناك اخلاص بيننا وبين مدينه المحمديه وبين الساكنه كذلك. إذن عدد من المتتبعين كيربطوا هذا الحدث اللي هو عنده علاقه ب 8 مارس بانه حمله انتخابيه سابقه لاوانها. الخصوم السياسيين لهم الحق ان يقولوا ما يريدون. احنا كيف قلت لك قبيلات، على اننا احنا متواصلين طيله السنه، ماشي غير الان. هذه ليست حمله، وان تكون حمله انتخابيه فما المشكل؟ احنا حاضرين في مدينه المحمديه طيله السنه، ماشي غير اليوم، لان الاجتماعات السابقه تشهد على ذلك. ماشي غير لا في الشبيبه، ولا اللقاء ديال المراه السابق، ولا في الدستور. حزب التجمع الوطني للاحرار داخل مدينه المحمديه هو حاضر، شاء من شاء، يبغي اللي يبغي ويكره اللي يكره. احنا حاضرين بقوه، لان حزب التجمع الوطني للاحرار هو
داخليا مرتبط بشكل عائلي، لا 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 الاعضاء المنخرطين ولا الاعضاء ديال الحزب. الحمد لله حنا حاضرين بقوه وغنثبتوا ان شاء الله هادشي في جميع المحطات كيف ما ثبتناهم في المحطات السابقه، غنثبتوا ان شاء الله التواجد ديالنا في المحطات القادمه ان شاء الله. التنظيم على العموم كيكشفوا تنظيم، الحمد لله هو تنظيم، لان حنا نحن نتعامل مع نخبه من المجتمع، وهذه النخبه هي نخبه ترقى الى واحد المستوى عالي من الفهم ومن الوعي اللي كيسمح لها انها تدير نشاط بحال ما هذا النشاط هذا. وخير دليل انكم كتشوفوا التنظيم كيفاش داير، التنظيم على مستوى الحمد لله. كنشكروا الجميع اللي ساهموا في انجاح هذا النشاط نتاع المراه. شكرا مجددا، الله يبارك فيك، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اختي المراه، باسم التجمع الوطني للأحياء تحية طيبة